ميرا شو صار؟ ليش جاي عم ترقدي؟ شوفي رشيد، جبنا غالية بسيارتها لهون مشان نفوتها على المستشفى. مزبوط. لحظة بس، وأنا صفيت السيارة هنيك ما هيك؟ بالضبط، بس وين السيارة؟ دقيقة بس دقيقة، هالشي بيعني إنه الدكتور عم يقول الحقيقة، يعني إنه غالية عن جد طلعت من هون بسيارتها ما هيك؟ طيب هي ليش راحت؟ يعني كل شي كان ماشي تمام، ليش مثلاً هي حست إنه لازم تترك المستشفى؟ ما عم أقدر أفهم. طيب ماشي، أنتي روقي ولا يهمك، رح ندور عليها. ايه دكتور، انا نفسي كنت سهرانة معها هون بالغرفة، يعني مبارح بالذات كانت مناوبتي، بعد ما عطيتها الابرة هي كانت نايمة بهدوء قدامي. كل هالشي ممكن يكون صح، والمريضة ما رح تطير فجأة. انت في عندك جواب عن غيابها؟ الغرفة اللي كانت مناوبتك فيها مبارح مسؤوليتك انت ومو حدا تاني، اذا بتعرف شي قولي لي اياه فورا. بس انا ماني فهمان الشي، المريضة اللي كانت نايمة بهدوء قدامي كيف ممكن تترك المستشفى هيك؟ طيب يا انسي، بعد ما كانت هي نايمة بهدوء، انت بتتذكري اي شي صار هون له علاقة بهالمرة؟ في قرايبتها للمريضة يلي اجت تشوفها، وغير هيك ما صار شي. قرايبتها؟ ومين كانت هي؟ قالت انها قرايبت المريضة، وانا ما بعرف شي تاني. قرايبتها؟ كيف ممكن هذا الشي؟ هي ما كان عندها قرايبين. طيب قلي لي شو كان اسمها وشو كانت علاقتها فيها كمان؟ ما بعرف شي. طيب انت هلا عم تقولي لي انك عطيتيها ابره مسكن مشان تنام بعمق، يعني كيف فاتت بهالوقت هاد؟ وليش انت سمحتي لها تفوت على غرفتها اصلا؟ في حدا من برا كان عاطيها اذن، انا ما فيني اعمل شي بهالحاله. بدي تقولي لي شغله، انت سمحتي لحدا يفوت بعد ساعات الزياره الرسميه؟ احكي لي لشوف. يلا اسفه دكتور، هي وحده ما كان بدها تسمعني ابدا. هي كانت عم تترجاني كتير، ولهيك أنا اضطريت أعطيها الإذن. اسمعيني منيح، أنا فيني أضمن إنه غالية ما عندها قرايبين بنسبة 100%، ومتأكدة من هالشي. بس رغم هيك فيكي توصفي لنا هالمرة اللي إجت لهون مبارح بالتفصيل؟ عمرها تقريباً شي 26 سنة، شكلها بنت عيلة منيحة، كانت حلوة ولابسة ساري غالي، وكان عيونها فاتحين كمان. ميرا، بتصور إنه غالية ما خبرتنا عن حدا من قرايبينا ولا حتى عن هالمرأة؟ ممكن موجودين وما بدها تحكي، وبجوز تكون غالية فكرت تروح معها، ولهيك ما عاد في فايدة إنه نكبر القصة أكتر. لو سمحتي. معك حق، أنا كمان حاسس نفس الشي بعد ما سمعت هالقصة، لأنه أوقات بيصير هالشي، بيجوا قرايبين المرضى لحتى يزوروهم، والمرضى بيروحوا معهم بدون ما حتى يسألونا. أول شي نحن ننقذهم، وبعدين منضل عم ندور عليهم. أنا كمان هيك عم فكر، إنه شي مثل هيك أكيد كان صاير مع مريضتنا، لهيك سامحنا إذا بتريد نحن عذبناك ووجعنا لك راسك. لا لا، لحظة واحدة رشيد، أنا لازم شوف غالية ضروري. ميرا اهدي شوي. إيه هلأ تعي نطلع من هون ومنحكي برا. بس حسب... ميرا لو سمحتي اسمعيني. شكرا دكتور، آسف. لك بس كيف ميرا تعمل؟ لك أنت ما لك عارفة. ميرا امشي. يا ربي، انتو اجيتوا؟ ابني قلي لشوف شو صار معكم. ليش طلبوكن احكي؟ احكوا خلصونا. ليش نيناتكن ساكتين؟ بابا دقيقة بس، ما في شي خطير، لا تشغلوا بالكم. يعني بالعكس تماما، نحنا في عنا اخبار كتير منيحة. عن جد؟ يعني غالية راحت اخيرا؟ يا كاش؟ أنا قصدي إني أقول هلأ هي طابت وصارت صحتها منيحة لتترك المستشفى وتروح.
ايه نص الكلام اللي قالته كاش صح. غالية هلأ تركت المشفى وراحت، بس بالعادة المرضى بيروحوا بعد ما يخلصوا علاجهم هنيك، بس هي عملت يلي ببالها. شو عم تحكي انت؟ بابا عم قول الحقيقة ويلي صار. بس كيف هيك بتطلع بهي البساطة؟ لما العلاج لسه ما خلص كيف ممكن الأطباء يسمحوا لها تطلع؟ بابا إذا بدك أنت فيك تسأل ميرا كمان. ميرا مزبوط اللي عم يقوله؟ يا عمي رشيد عم يقول الحقيقة. بس ميرا في شيء أنا ما عم بفهمه، إذا المريضة عم تتعالج بالمشفى معقول هنن يسمحوا لها تطلع إمتى ما بدها وتفوت إمتى ما بدها على المستشفى؟ صح. ما بعرف، ما قالوا لنا شيء وما فهمونا شو صار. نحنا كل اللي عرفنا انه اجت قرايبتها لغالية على المستشفى واخدتها معها. قرايبتها؟ بس غالية قالت لنا انه هي ما عندها قرايبين هون ابدا. وانا عم فكر بنفس الشغلة عمي. لا لا لحظة، عرفتوا شو طبيعة القرابة اللي بتجمعهم؟ انا ما قدرت اعرف كتير عنها، بس هنن وصفوا لي شكلها لهالمرأة. كيف؟ عيونها فاتحين ولابسة اواعي غالية، والاهم من كل هاد زيارتها لغالية كانت بعد ساعات الزيارة العادية. مين اللي بده يجي ويزورها بهالوقت؟ ميرا بابا انت مانك حاسس انه نحن عم نتناقش بهذا الموضوع زيادة عن اللزوم؟ بتصور انه هذا الموضوع خلص بالنسبة لنا كلنا حاجة بقى. يعني هي المرة ما أجانا منها إلا التعب من وقت اللي إجت على هالبيت، ما تركت فرصة إلا وتعبتنا معها بشي شغلة. مسكينة يا ميرا، هالمخلوقة حتى لما قررت تروح زعلت حبيبتنا ميرا. أنا بتفهم منيح مشاعرك، بس انتي ما لازم تعذبي حالك بتصرفاتها. اكيد اول ما هي تطيب رح تجي لهون مشان تشوفك. حماتي حبيبتي الله يخليكي دعيلي انه الله يوفقني. ييه لك شبك؟ شو هالجنان اللي عم تعملي؟ لا ابدا مو جنان، عن قريب كتير نحن رح نزين لك جبينك باسم عمي ورح تصيري مرته. وبدال ما تكون كنيتك شاهاني رح تصير كنيتك مدام راتن باركي، هيك رح يصير اسمك الجديد.